يعني هذا نصر عظيم. قلت طيب ايش 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 يبغى ايش يبغى مني؟ قال يبغى يسالك بعض الاسئله عن الاسلام. قلت ولا يهمك، رحت جبت مترجم واحد اخ عراقي، اصبح هذا المترجم بيني وبينه يساله، اقول له مو هو يسال لي شيء عن الاسلام وانا اجاوب، ويترجم له ويترجم لي ويترجم له ويترجم لي. المفرق قال لقد اقتنعت بالاسلام وانا جسمي امانه قشبر، اقشعر ان اقتنع بالاسلام مننا. قال يريد ان يعلن الاسلام. قلت خلاص ان شاء الله تعال بعد صلاه المغرب تعلن اسلامك امام الناس. وانا حسيت يعني واحد سيهتدي للاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يهدي الله بك رجلا واحد خير من الأخ من الدنيا وما فيها، وفي رواية من حمر النعم، يعني شيء عظيم. فالمهم جاء للمسجد وقمت بعد صلاة المغرب هبيت خطبة عن عظمة الإسلام وهداية الإسلام ورؤى المهم، وجاءه قلت يلا قل أشهد، قال أشهد أن لا إله ولا إله عد نداء الإسلام. ذيك اللحظة كمل الشهادة، اللي في المسجد كلهم كبروا الله أكبر، فرجهم غطرة كما قالوا زلط، يعني عشان يروا سماحة الإسلام وعظمة الإسلام، وبزم زلط وراح فرحانا. بعد أسبوع جاني واحد قال سد علي يا سد علي يا سد علي مالك؟ قال شوف ذاك الإفريقي اللي أسلم. قلت ماله؟ قال جيت يسلم في جامعة ثاني. ما أسألك بالله؟ قال والله كل يوم يسلم يجمع مغطرة ويلا. يعني بعد واحد قال شو يسلم؟ قلت يسلم ولا فيها ودنا ما دخلني ما دخلني.